هل اقدر اقول ان هناك صعود لما يمكن ان يسمى بالاصوات بأ القوميه او النعرات القوميه صعود يميني في اوروبا في طبعا في ما هو لما يواجهوا ما هم كانوا عايشين في حلم اوروبي يعني مشروع تعاون صناعي واقتصادي لاوروبا الغربيه هنبني المستقبل مع بعض وكان مشروع ماشي لما واجه ازمه او اكشلي عشان اعدل الكلام لما لما انتصر بدايه الازمه جت من ايه؟ لما شرق اوروبا انضمت لغرب اوروبا. فاصبح في خليط صحيح ووضعيه مختلفه. آه وبعدين لقينا في مشاكل واللاجئين. اساسا مشاكل اقتصادية في افريقيا بداوا اللاجئين يتجهوا غربا بحثا عن العمل، ثم حصل افغانستان، ثم حصل سوريا، آه شرق اوروبا نفسهم كثير من الدول الافقر مواطنيها هجروا اتجاه الغرب صحيح فده خلق ازمه ازمه في الهويه وانا بقول الكلمه دي ليه؟